فيكم مشاهدينا بحلقة اليوم من شوبيز، البرنامج الفني اليومي يلي بغطي أبرز أخبار الفنانين والمشاهير بالوطن العربي والعالم. وبحلقة اليوم رح يكون في معنا المطرب ربيع الأسمر. مثل العادة بنبدأ مع العناوين. نانسي والجسمي افتتحوا مدينة ترفيهية بمصر. هل وافق جوني ديب على المشاركة بالجزء الثاني من فيلم أليس إن وندرلاند؟ وفاة والدة المطرب رايان. سيث روغن وجيمس فرانكو بيسخروا من كيم كارداشيان وكانيي ويست. زيارة الفنانين ورجال الدين إلى مصابي حادث دهشور. هل بتعود شخصية كوجاك للشاشة الكبيرة؟ روتانا وفيلم وجدة في هوليوود ومهرجان الأوسكار. هل فيكتوريا بيكهام مرشحة لنيل لقب ليدي؟ قام وفد مؤلف من رجال دين وفنانين بزيارة مصابي حادث قطار دهشور لمواساتهم والدعاء لهم بالشفاء العاجل. تقرير بيلقى الضوء. وفد من الفنانين يترأسه الأب بطرس دانييل رئيس المركز الكاثوليكي للسينما بزيارة لمصابي حادث قطار دهشور الأخير بمستشفى الهرم، وضم الوفد كل من الفنانين محمد الشقنقيري ونهال عنبر ومنال سلامة وسلوى محمد علي ومرنا وليد والمؤلف فريد عبد الحميد. استقبل الوفد خالد محمد مخلوف مدير المستشفى، واستحب الوفد في جولة داخل الغرف لزيارة المرضى، وبدا على الفنانين حالة من الحزن، خاصة نهال عنبر ومرنا وليد اللتين دخلتا في نوبة بكاء تأثرا بالسيدة المصابة التي فقدت أبنائها في الحادث. مش عايزة شكرا خالص عشان ده واجبي وده الواجب وأصلا أنا بعمل حاجة هتسعدني وهاخد عليها كمان ثواب. الفنان بيسعد مجتمعه سواء في التلفزيون سواء في المسرح، وبالتالي الفنان كمان له شعور طيب جدا انه لما الناس تحس ان احنا كلنا مع بعض، يعني اذا كنا بنسعدهم في التلفزيون وفي السينما وكده المفروض يحسوا ان احنا معاهم. فابسط حاجه، لان الفنان المفروض انه يبقى حساس جدا انه يزور بقى قرايبه واخواته وحبايبه ومواطنينه وزمايله، فده بيبقى مهم جدا دور الفنان انه ما يبقاش بس في التلفزيون ولا يبقاش بقى، لا ده يبقى كمان في الحالات الانسانيه الجميله، لان احنا كلنا مواطنين وكلنا مصر دي بتاعتنا وكلنا بنبوس العالم مش بنحرقه. الزيارات دي مهمه جدا 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 على المستوى النفسي اولا، لان في طبعا يعني انت عارف حضرتك في مصابين فقد والده، في اللي فقد والدته، في اللي فقد خواته وكده، يعني فدول متعرضين لسايكوتروما يعني في حاله نفسيه سيئه، فدي لها اثر طيب جدا 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 على المصابين. اولا بعزي اهالي الشهداء القطار، ثانيا بشكر جميع اللي تعبوا وعلى رسوم الدكتور خالد مخلوف مدير مستشفى الهرم واهتمام كل اللي معاه، الستاف اللي معاه بيضحوا قد ما يقدروا يعالجوا المصابين. بطلب الشفاء للمصابين واتمنى من كل الفئات انها بالفعل انها تشارك هذه الاشخاص منهم باي طريقه، في ممكن مشاركه ماديه معنويه زياره، نقدر بالفعل نرفع من روحهم المعنويه ومن الاهالي. ان حزين جدا مين فينا يبقى في نفس الموقف يقدر يتحمله، واحد يقول انا فقدت 9 من اسرتي 5 من اسرتي، فكتير جدا. فبطلب بالفعل من ربنا انه ينور الشعب المصري كله، نتكاتف بروحنا الطيبه الجميله، معروف شعب مضياف، شعب محب، شعب بسيط، ان نرجع لهذه الروح مره اخرى. واجب في رقبتنا لازم احنا اقل حاجه نعمله لجمهورنا، وفي نفس الوقت اكيد بترفع من روحهم المعنويه، ودي جزء مهم جدا في العلاج، ان الروح المعنويه مع يعني مش بس ادويه، فلما يحسوا ان في ناس واقفه جنبهم وبتساعدهم خصوصا الناس اللي هم بيحبوهم اكيد دي بتفرق معاهم كتير. هذا المصاب مصاب الشعب المصري كله، ويعني وجودنا هنا علشان نقول للحكومه يعني هذا الدم الذي يسال دائما يجب إيقافه،
وعلى هذه الحكومة التي جاءت في ظرف استثنائي أن تعي أن دم الشعب المصري هو دم ثمين ودم غالي، ولابد من اتخاذ إجراءات حاسمة لإنقاذ هذا الشعب من هذا الدماء الذي يسال دائما. جاية طبطب يا رب يقبلوا ويا رب يقدروا يحسوا كويس بعد اللي حصل لهم، بعد فقد العزيز والغالي، وبعد البعض في حالات خطرة والبعض فقد أطرافه. فأتمنى يعني ما فيش حاجة هتعوضه، ولا وجود فنان ولا مش وجود فنان. أنا جاية مش ضمنة يعني إنه دي حكاية مهمة، تهيالي إنها مش مهمة قوي، بس أنا بعمل اللي علي. على الأقل بيديله بسمة وفرحة إنه شاف فلان الفلاني الممثل أو نجم اللي بيحبه، بيرفع من معنوياته. وزيارة المريض صدقة، فإحنا جايين نقول لهم ألف سلام عليكم عليكم، وجايين نطفي ابتسامة يا رب. على الأقل لو حققناها يبقى إحنا حققنا مكسب كبير. روجن وجيمس فرانكو بيسخروا من كاني ويست وكيم كارداشيان، وهل صحيح أنه ليام بين عضو فريق وان دايركشن هزم المصارع كيرت أنجل؟ تفاصيل بهالتقرير. جيمس فرانكو وسيث روجن أصدر فيديو ساخرا يتهكم على فيديو كليب باون تو لكاني ويست. الديو الكوميدي يظهران وهما يقلدان مشاهد الحب بين ويست وشريكته كيم كارداشيان. وأخيرا ليام بين من فريق وان دايركشن هزم المصارع كيرت أنجل في مباراة استعراضية من أجل وان دي داي. كان بين جزءا من الترويج لأغنية الفريق الجديدة ميدنايت ميموريز، وقد سلم حزام البطولة من قبل أنجل الذي وصف المغني الشاب بـ The Pain Train. توفت والدة المطرب ريان يلي كان ضيفنا الأسبوع الماضي، وحين غني لها ست الحبايب لأنها كانت رح تدخل المستشفى وتجري عملية جراحية خطيرة، ولكن للأسف انتقلت لدنيا الآخرة. نتمنى لريان وعائلته الصبر والسلوين. أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بمشاركة الفنان الإماراتي حسين الجسمي حفل غنائي بمناسبة افتتاح أحدث متينة ترفيهية بمصر، وكان ذلك بحضور وزير التجارة وزير الاستثمار والإسكان والسياحة وعدد كبير من رجال الأعمال. وكان هناك حضور فني وبذكر منهم الممثل حسين فهمي، إلهام شاهين، والإعلامي خيري رمضان. روتانا بتفتح أبواب السينما العربية لحفل الأوسكار العالمي، كيف؟ منتابع سوا بهالتقرير. إن شاء الله جاي المدرسة من غير غطاء على راسك. يما قبل الحصة قالت لي ألبس عباية على الراس وأغطي وجهي. طيب شو رأيك نزوجك؟ هاها ما يضحك. دعماً منها لوصوله إلى المراحل النهائية لجائزة الأوسكار العالمية، أقامت شركة روتانا عرضاً خاصاً لفيلم وجدة في السينيبلاكس في دبي. هذا الحفل الذي تزامن أيضاً مع بدء عرض الفيلم في 28 من نوفمبر في كافة الصالات الخليجية وبعدها العربية، حضره عدد من أهل الصحافة والإعلام، وقد تواجد خلاله كل من رئيس قطاع روتانا للتلفزيون الأستاذ تركي شبانة ومخرجة العمل هيفاء المنصور. وبعد عرض الفيلم الذي لاقى استحساناً كبيراً لدى الحضور، عقد مؤتمراً صحفياً جاوب خلاله كل من الشبانة والمنصور على أسئلة الحاضرين، ودارت نقاشات ودية بين الجميع حول عمق الفيلم ورسائله الهادفة. فقد شكل وجدة صدمة إيجابية لحسن تنفيذه ولقصته المحبوكة بشكل مبرم، ولمعالجته عدد من القضايا الاجتماعية السعودية بشكل يمس المشاهد. وقد شدد الأستاذ تركي الشبانة خلال المؤتمر على حماس روتانا لدفع عجلة السينما العربية بشكل عام والخليجية والسعودية بشكل خاص إلى الأمام، وذلك بتوجيه من سمو الأمير الوليد بن طلال الذي كان الداعم الأكبر لفيلم وجدة المرشح هذا العام لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي. وأضاف السيد شبانة أنه يوجد حاليا العديد من السيناريوهات على طاولة روتانا التي لطالما كانت الداعم الأول للمواهب الحقيقية.
من جهتها أشارت المخرجة هيفاء المنصور على أن الفيلم يشبه بكل ما فيه المجتمع السعودي الذي هو الحاضر الأكبر في وجدة، خصوصا وأنه الفيلم السينمائي الأول الذي يصور كاملا في المملكة العربية السعودية. وأضافت أنها بصدد التحضير لمشاريع سينمائية مقبلة مع روتانا التي أنقذت فيلمها بعد أن أوشك على عدم رؤية النور، موضحة أن دعم روتانا هو الذي أخرج وجدة من سبات دام 5 سنوات ليصل اليوم إلى أهم جائزة سينمائية عالمية. يذكر أن بدأ عرض وجدة في كافة دور السينما الخليجية على أن تتبعها دور السينما في الدول العربية كافة، وذلك بعد أن عرض في عدد من القارات آخرها أمريكا والقطب الشمالي وفي اليابان، وبعد أن حصد عدد كبير من الجوائز في أكبر مهرجانات الأفلام العالمية. هل بتعود شخصية كوجاك للشاشة الكبيرة؟ وهل وافق جوني داب للمشاركة بالجزء الثاني من فيلم أليس إن واندرلاند؟ منتبع سوا كل التفاصيل. المخرج الفائز بأوسكار أنغ لي ونجم الحركة فين ديزل قد يتعاونان للعمل في فيلم سينمائي هو تعديل للمسلسل التلفزيوني كوجاك. فين ديزل اختير ليلعب دور الشرطي الأصلع الأنيق والعنيد والمحنك في نيويورك، والذي يقول الجملة الشهيرة Who loves your baby؟ لي هو الخيار الأول لشركة يونيفرسال. إنه مشهور من خلال أفلام كSense and Sensibility، Brokeback Mountain وLife of Pi، إلا أنه لديه أيضاً خبرة في أفلام الأكشن إذ عمل على هالك عام 2003. الشائعات جعلت فين ديزل يشعر بالحماسة، وقد عبر عن قبوله عبر صفحته على الفيسبوك. إن وقع أنغ على العمل فمن المتوقع أن يصدر الفيلم في صيف 2015. تأكد أن جوني ديب سوف يستعيد دوره The Mad Hatter لتتمة لفيلم Alice in Wonderland. الممثل بالغ 50 عاماً سيمثل مجدداً إلى جانب ميا واسيكوسكا التي ستعود لتلعب دورها بعد أن وقعت على العمل، ولكن لن تكون هناك عودة للمخرج تيم بيرتون الذي سيقوم بمهمته جيمس روبن الذي اشتهر بعمله على أفلام مابتس الأخيرة. Alice in Wonderland الذي عرض عام 2010 لاقى نجاحاً باهراً إذ ربح أكثر من $1 بليون. خلال ذلك جوني منشغل بتصوير عدد من الأفلام من بينها فيلم الجريمة المشوق لندن فيلدز وفيلم موسيقي خيالي لروب مارشال اسمه Into the Woods. بعد الفاصل ماري كويني نجمة من العصر الفني والجميل، والممثلة كريستين ويغ والمغني ديفيد بوي بيجتمعوا بعمل واحد. لحظات قليلة مع الإعلان ومنرجع لمتابعة حلقتنا لليوم، خليكم معنا. مين هي ماري كويني يلي ساهمت بازدهار السينما المصرية ببداية القرن الماضي؟ منشوف سوا. ممثلة مصرية من أصل لبناني، ماري كويني أو ماري بطرس يونس صاحبة الوجه الجميل. توفي والدها وهي في سن صغيرة، فقررت والدتها أن تسافر إلى مصر بصحبة ابنتيها ماري وهند إلى شقيقتها المنتجة والممثلة آسيا داغر. كان عمر ماري كويني وقتها 6 سنوات. يرجح سبب تسميتها بكويني حينما جاء أحد أقاربها لزيارتها في لندن بعد ولادتها، ومن شدة جمالها أطلق عليها كويني، تصغير لكلمة كوين بمعنى الملكة. وجدت المنتجة آسيا داغر في ماري كويني بذرة ممثلة جيدة، إذ كانت تتمتع بموهبة واضحة وكان عمرها 14 عاماً، فقامت بالتمثيل في أول أفلامها غادة الصحراء سنة 1929، وقامت بالبطولة الثانية مع آسيا في معظم أفلامها، وأول عمل لها مع أحمد جلال في عام 1932 من خلال فيلم وخز الضمير. ومنذ ذلك الوقت كونوا الثلاثي ماري كويني وآسيا وأحمد جلال، وكانت معظم هذه الأفلام تأليف وسيناريو وإخراج أحمد جلال، وقام بالتمثيل في بعض منها إلى أن وصلوا إلى فيلم فتاة متمردة، وكانت أول بطولة مطلقة لماري ونجحت نجاحاً باهراً سنة 1940. كان بداية قصة حب بينهما، فتقدم أحمد جلال إلى ماري وتم الزواج، واستمرت الشركة بين ماري وآسيا وأحمد جلال لمدة عام إلى أن جاء فيلم العريس الخامس في ذلك الوقت، وكانت ماري حاملاً ولم تشارك في الفيلم،
وحدث خلاف بينهما على نصيب ماري التي لم تشارك في العمل بسبب حملها. وفي أواخر الأربعينيات انفصلت عن خالتها آسيا وأنجبت ماري ابنها نادر. أسست ماري وزوجها شركة مستقلة اسمها استوديو جلال. كان جلال يؤلف ويخرج وهي تساعده في السيناريو والمونتاج والتمثيل، وتوالت أعمالهما إلى أن توفي جلال سنة 1947 وترك لها ابنهما الوحيد نادر. وكان الاستوديو في مرحلته الأولى، وكانت ماري أول من استوردت معمل ألوان في الشرق الأوسط سنة 1957. برغم جمالها الأخاذ وملامحها التي كانت تؤهلها لأن تصبح نجمة على غرار ما كان سائداً، بقيت ماري بعيدة من حسابات النجومية. لعلها لم تمل بالفعل إلى التمثيل، أو ربما وجدت أنها لن تستطيع أن تهبه نفسها بالكامل لارتباطاتها بتربية طفل وحيد وبالحفاظ على إرثها الفني، الاستوديو الذي شيدته مع رفيق دربها الراحل. ولعل الابن والاستوديو هما أيضاً ما حرمها الذهاب في حلمها الإنتاجي إلى الآخر. جاك رايان شادو ريكروت فيلم من نوع التشويق من بطولة كريس باين، كيفن كوستنر، كيرا نايتلي، ومن إخراج كينيت برانا، ومنتظر بالصالات العالمية ب 17 يناير المقبل. ومنلقي نحن وياكم مشاهدينا نظرة على هالفيلم. You sold this as an office job. Why don't you sit down? Now talk me through your very scary scenario. Keep in mind, I don't have your PhD. Tokyo, London, the United States. It's gonna be a wipeout. We'll never see it coming. You're not just an analyst anymore. You're operational now. Jack? I have to go to Moscow. Why don't you want me to come? Because I'm gonna be working the whole time. They play rough over there, Jack. Victor Chereven is unpredictable. You Americans like to think of yourselves as direct. Perhaps you are just rude. Perhaps you're just touchy. Jack, you got another problem. What are you doing here? You lied to me for 3 years. Somebody come on, of course CIA. Not. Can we have a minute, please? No. This is geopolitics, not couples therapy. Partnerships are delicate, Mr. Ryan. Sometimes they end violently. What the hell is going on here? Sometimes the ones closest to us are the ones we should trust the least. We all have our secrets. الممثل كريستين ويغ والمغني ديفيد بوي بيجتمعوا بعمل واحد. التفاصيل بهالتقرير. الممثلة الكوميدية في أواسط هوليوود كريستين ويغ سجلت ديو مع ديفيد بوي لفيلمها المقبل The Secret Life of Walter Mitty. ممثلة برايدسميتس غنت النسخة المعدلة من أغنية بوي الناجحة Space Oddity، والتي أطرى عليها المنتجون بالقول إنها غطت على صوت ديفيد. كريستين اعترفت بأن الأمر بأكمله تم بالتخويف والتهويل لأنها من أكثر المعجبات ببوي، وحين سمعت النسخة الأخيرة شعرت بأنه عليها أن تقرص نفسها. The Secret Life of Walter Mitty فيلم كوميدي من إخراج بن ستيلر. هو يمثل أيضاً في الفيلم ويلعب دور شخص حالم يهرب من حياته المملة ويتوارى في عالم من خيالات بطولية رومانسية وحركة. بالإضافة إلى كريستين ويغ هناك أيضاً أدوار لكل من شون بين وفاتن أوزوالد. بعد الفاصل المطرب ربيع الأسمر ضيفنا باستوديو. داهية قليلة ومنرجع. مشاهدينا لمتابعة حلقة اليوم من شوبز، ومنرحب بالمطرب ربيع الأسمر صاحب الصوت المميز والأغنيات الفريدة. ربيع موجود معنا اليوم باستوديو ليحدثنا عن تجربته بالتمثيل، تقديم البرامج وأعماله الفنية الجديدة، فهو متعدد المواهب. مساء الخير ربيع. يسعد مساك ومساء المشاهدين. أهلا وسهلا. أول شيء اشتقنا لك كتير. يا ظالم. أنت ظالم ولا بس أغنيتك يا ظالم؟ أنا المظلوم. أنت المظلوم؟ مين ظالمك؟ عندنا لعبي بيقولوا أنا المظلوم، بيقولوا مين ظلمك؟ مين ظلمك ربيع؟ لا ما فيش، ما
احنا بقول لي ربنا بيضل طالما ربنا عادل ما بيأثر ظلم العبيد سهل محلول القصة. يا ظالم اغنيتك الجديدة صار لها اسبوع على الشاشات عم نحضر ونتابع الفيديو كليب وعندها قصة كتير كبيرة وراها هالاغنية. بالبداية بدي اعرف مع مين كان التعاون من شعراء ملحنين وبعدين رح نفوت بقصة الظلم كله يلي بتلحق الاغنية. كلمات عمرو ألحان عادل المولى، توزيع وتسجيل إلي سيبا. كانت فكرة يعني كانت فكرة مبسطة جدا أول شيء، واشتغلنا وتعبنا عليها، أضفت لها موال من كلماتي أنا يعني تابع للأغنية، وأظن أنه هو عطاها جمالية للأغنية كمان، ميزها شوي عن باقي الأغاني بشكل عام. التصوير كان مع ادوار بشعلاني المخرج، تحية كبيرة له. أول شيء شغله كان مميز بهالكليب، أنا ما بعرف يعني ما كان في صلة بيني وبينه بالأول. كان أول تعامل بيجمعكم؟ أول تعامل، ولكن يعني عملناها طريقة فيلم قصير حتى بالدخول، إنه كتبنا مثلا الشركة الفلانية بتقدم ربيع الأسمر في كذا كذا، مثل صيغة كأنه فيلم. على كل حال أنت ما كتير بعدت يعني بين التمثيل والأفلام والسينما، بعدك ضمن ما بتقدر إلا ما تحط التاتش تبع كل مواهبك بعمل واحد. هيدي الأغنية هادفة، تصويرها كان هادف وفي رسالة كتير كبيرة من وراها. الرسالة كانت مقصودة ينشغل عليها، ولا عنوان الأغنية ساعدكم أنه تفوتوا بهيدا الموضوع أكثر؟ يعني فكرنا أنه شو بدنا ناخد، أنه حبيبي ظلمني، حبيبة ظلمها، هون معودين عليهم دائما يعني، وهن نقوا بعض أن يصطفلوا يدبروا يدبروا حال. ففكرنا بموضوع ما تفوتونا بهالديباجة. فكرنا موضوع جديد يعني وفكرة جديدة، فكان الرأي هو لأدوار بصراحة. تعاوننا على أنه كيف ينتهي، كيف يبلش، كيف خلينا بس نفسر شوي للمشاهدين اللي بلشوا يتابعوا كمان مشاهد ورانا على الشاشة. موضوع الفيديو كليب هو العنف المنزلي، رجل بعنف زوجته ما عنده مسؤولية وبلا مسؤولية، ف يعني بيطلع من البيت الصغار بيشوفوا قتله وضربه وهيك، فبيصير عندهم عقدة، بيترك البيت وبيفل. الصبي هو أنا كنت صبي، أنا كبرت هلا بيكبر، فحتى ما يعيش نفس المشكلة اللي كان عايشها بيو بينقل على المدينة، بيصير محامي، بيكون أسرة، بيصير يعامل أولاده بعكس ما كان يتعامل هو. إلى أن أولاده بدهم يطلعوا على الضيعة، مع هن بالمدينة بيطلعوا على الضيعة، فبعد هاي الفترة الطويلة بيطلع على الضيعة، بيكون هو كبر وبيو كبر وكذا، بهو جاي بده يفوت على البيت بيلاقي بيو قدام الباب بده يفوت على البيت. فبعد ما بده يفوت يشوف بيو بيستقبل بيو، شافه تبسم، قرب لعند بيو، تذكر طفولته كيف كان يلعبون وهن صغار وهيك، بده يحضن بيو، تخطر باله العنف يلي عذاب امه، كيف مرضت امه بهداك المرض قد ما اشتغلت وطعمتهم وعيشتهم. نعم. فبيصير بصراع لورا لقدام، بيرجع لورا، بيطلع بالسياره، بيترك بيو يقع بالارض. وهي الاغنيه بتقول يا ظالم يجي لك يوم توقع ما حد يلمك. شو رايك سمعنا مقطع صغير؟ مش بس كلمات ولحن كمان. ملحن يلا. من بين كل الخلق انت اللي نقيتك، وندمت يوم العشق قلبي وحبيتك، ضيعت مني العمر عيشتني بوهام، خليت دمعي مطر نوم الهنا وتنام. ظالم ظالم وقلبك حجر، يا حسرة على الأيام جمعتني بحقر بشر، ابعد أنا نسيتك أنا نسيتك، واللي ما يصون حبابة يغلق بوجن بابة، ما يستاهل شوفت عين عصا تعلم عجنابة. ويا ظالي يجي لك يوم توقع ما حد يلمك، ما تعود تجيد العوم تغرق بواح الهمك، يا ظالي يجي لك يوم. حلو كتير. يا ظالي يجي لك يوم توقع ما حد يلمك، ما تعود تجيد العوم تغرق بواح الهمك.
شاء الله ما بقى بضل في لا ظالم ولا مظلوم بهالدنيا. عادة الفنان وقت بيختار ما بتخلى هي بتضل على القليل تخف شوي وقت الظلم والعنف، خاصة لأنه أنت كنت عم بتوصل رسالة هاتفي كتير واضحة كتير بالفيديو كليب. ربيع بعدك راجع من جولة كبيرة من أمريكا، أوروبا، البرازيل، فنزويلا، خبرنا كيف كانوا حفلاتك هونيك وكيف كان تفاعل الجمهور معك؟ كسرنا الدنيا معك بيقولوا المطربين كسرنا. أنا بتوقع منك تكون كسرت الدنيا على كل حال، بيبقوا أكيد ببلاد الغرب بيبقوا ناطرين كنوا مناطرة لتروحوا وتقدوا حفلاتكم. بدي أقول لك شغلي، دايما الفنان لونه اللي بيمثله، أنا بعتبر لوني هو الذهب العتيق، يعني اللي هو التراث. التراث طالما تراب الأرض، يعني نابع من تراب الأرض اسمه الذهب العتيق، وهذا مش لأنه ربيع الأسمر، يعني مين ما كان حامل هذا اللون، فالمتعطش للبنان بده يسمع هذا اللون، بده يستمتع فيه. المهم يكون الصوت نشاز، يعني إذا صوت حلو رح يتقبله المواطن اللبناني بأي طريقة. كان في إقبال كتير الحمد لله، يعني هو بنبسط لما باخذ شيء لبناني بقدمه برا، غير ما انه والله عم غني مصري وخليجي وكذا، عم غني التراث اللبناني، هذا الاساس يعني. وبعدين بدك تنوعي، عندك مقدره انك تنوعي مش غلط. قبل ما ننتقل لربيع الممثل، اليوم نزلت اغنيه سينجل يا ظالم، هل رح تضمها لالبوم؟ هل في اغنيه ثانيه بلشت تحضر لها؟ انت وين اليوم بالفن؟ هلا الضم صار صعب. صار صعب موضوع الضم كثير، لانه أغنية مثل هاي بتكلفك بحدود 100,000 يعني. نعم. على كل حال خلينا نحكي شوي عن المسلسلات الدرامية، قدمت عدد كبير منها ومنها بوم أكشن. خبرني أنت اليوم وين من المسلسلات؟ هل في تحضير لأعمال جديدة ولا هلأ مفرغ لفنك أكثر؟ وين عم بتكون مركز هلأ؟ هلأ تمثيل مشوار صعب، ما أنه سهل أبدا، وسائبت الفترة اللي فت فيها على التمثيل المخرج فيصل بن المرجي السوري. نعم. ونحن لما فتنا ببومب أكشن بالضبط بدأت المشاكل بسوريا، إن شاء الله ما بيعود في مشاكل بالوطن العربي أجمع يا رب. بهاي الفترة كان في صعوبة يعني بالتسويق، بالتنفيذ العمل، كل شيء تعرقل، فعملنا فيلم القرار كمان. نعم. القرار اللي أخذ جائزة بمهرجان السينما ببيروت، جينا على لبنان وأخذنا، أعطونا الجائزة الأولى بمهرجان بيروت السينمائي. مبروك. عملنا أوراق بنفسجية، زهر البنفسج، بومب أكشن، هودي كلهم زهر البنفسج. كمان مسلسل صورته كان مفروض يمرق برمضان الماضي، 30 حلقة وما قطع بشهر رمضان، معقول نرجع نشوفه احنا صورناه بالأردن. نعم. شو اللي خلى أنه يوقف عن الهواء أو ما يقطع بوقته؟ هلا أنا شاركت فيه بشي 7 حلقات من حلقات، هو الحلقات منفصلة عن بعضها. نعم. طبعا أخذت بطولة مطلقة ب7 حلقات. اللي صار يمكن خلاف بين شركة الإنتاج وبين المخرج، فهو راح أمريكا، أنا عم بسأله إنه غريبي ما نزل، قال لي إن شاء الله بعد رمضان بده ينزل، يعني هلأ بهاي الفترة أكيد حينزل بس مش برمضان المقبل، يعني بده ينزل هلأ. السبب ما يعني ما بتكهن أنا لأنه ما عرفت السبب، يعني ممكن يكون بس المفروض يشوف النور قريبا يعني. إن شاء الله. أوكي. إن شاء الله. عم بتحضر لأعمال درامية جديدة هلأ، ولا في مشاريع، في نصوص بين إيديك؟ هلأ هو عرض علي هذا مطلقات، ولكن مسلسل موضوع حلو كمان عربي. كمان عم يشتغله هو فيصل بن المرجي مع شركة إنتاج عربية على مستوى كبير يعني، بس المشكل إنه بياخد من وقت الغناء تبعي، بياخذ لانه بيعذب التصوير كثير، يعني بتعرفي المسؤوليه هو كل واحد لان فن لحاله، يعني عاده الممثل بيبقى منهمك بالتمثيل والعروض، الفنان بيبقى منهمك بفن. انا اسهل علي الغناء، 12 موسيقي 10 موسيقي بتتحمليهم سهله، بغني ساعتين وبرجع على البيت. احيان ايه اسهل بكثير. في وكم موهبه وين بتلاقي حالك اكثر؟ انت احساسك هلا انا بغض النظر اي اسهل واي بتوقع اني عم مثل صح، يعني انا لانه نجوم الدراما الكبار لاقي حالك بالتمثيل يعني؟ ايه اظن هيك، هلا انا هداك متملك من غنائي، بعرف انه اخذ لون، عامل خلطه بتعرف شو يعني، عامل مزيج انا بلوني ما حدا بيشبهني، لا بيقولوا ما حدا بيشبه ربيع الاسمر، انا عامل انا بعرف ليه ما بيشبهوني، ماني احسن من حدا بس انا عامل كوكتيل، خلقت شيء مش يعني. ايوه عامل طريق، بس شو بيقول هذا الطريق؟ بدوي، ساحلي، جبلي، تراثي، خلطهم مع بعضهم وعم غني بهي الطريقه. نعم. هاي الطريقة خلتني يكون غريب عن الباقي، ما حدا بينافسني بهذا اللون. بعد 3 أجزاء من كاميرا ربيع، وين ربيع الأسمر مقدم البرامج؟ هل في تحضير لجزء رابع ولا
هلا نحن مشكلتنا انه بعد ما ننكشف تصير اصعب المسؤوليه. يعني انا ضد الكاميرا اللي بيحط الكاميرا قدامك وبيقول لك كاميرا خفيه اعملي هيك للكاميرا. هاي مش كاميرا خفيه، هاي مسرحيه صحيح. يعني فنحن ياما حلقات فشلت معنا انه انكشفنا، حتى مرات لما ننكشف بعمل حالي انه انا اللي انظلمت مع الضيف مع الفنان. طيب بقول لهم انا هاي كاميرا خفيه مش معقول تكون منطقيه حتى بعده عن الشبهه يعني. صحيح. ربيع منلاحظ انه كثير مركز اعمالك خارج لبنان اكثر من لبنان، شو السبب يلي عم يدفشك لبرا هالقد؟ انا عايش برا، انا من الاساس بسويسرا، يعني من 96 انا بسويسرا. لي السبب بس مقصر شوي هون. هلا بقصر هون بكمل هونيك، ما هي المشكله بكملوا بعضهم. ما عم نقول انه الموضوع بده انتاج، يعني اذا ما في انتاج انت بدك تنجي، اذا بدك تنجي شو بدك تعملي؟ بدك تجني، يعني بدك تحصدي، ما اذا ما زرعت ما بتحصد. فالافضل عم بيكون، فانا شغلي واريح لي هونيك. لما بعد غلاك والبوم غلا جيت وبلشت ابني هون، يعني جيت من برا لجوا بعكس اللي بيروحوا من جوا لبرا. هيك علمني نهر العاصمة، أنا ابن الهرمل، يعني ما هو بعكس أنهار العالم. كل شيء بالقلب عم تعمله. ايه بالقلب الصح. نحن أكيد بانتظار أعمالك الجديدة، إن كان على صعيد الغناء ولا على صعيد التمثيل أو التقديم كمان، إذا حبيت ترجع تخوض التجربة مرة جديدة. بدي أتشكر أكيد وجودك معنا اليوم باستديو شوبز، وبدي أختم معك بأغنية، شو بدك تسمعنا؟ بدي اول شيء اقول له ان شاء الله بهالايام الفضيله، ان شاء الله بقول يعني ينعاد على الجميع اعياد مباركه. بقول لهم مثل اكابر يحبوه. يلا اكيد. حبينا بعض وليدا، كنا رفقه باك الحي، بوعودك ضاع الكلمه ونسيتيني بكرجه مي، أهلك مشوكي عريش، نحن ضلينا دراويش، لو بتشك براسك ريش، ما فيك فيي تتسلى، لك صرتي بنت الأكابة، نحن جماعة دراويش، بقلبك مدري شو صاير، ما عدير ما عيش. ربيع الأسمر شكرا لوجودك معنا وأهلا وسهلا فيك. شكرا. مشاهدينا نحن هلأ صار وقت نروح على بريك إعلاني صغير وبنرجع منتابع حلقتنا، خليكم معنا. من أبرز الأخبار اللي كتار منكم مشاهدينا بتنطروها يوميا ببرنامجنا هي أخبار الفنانين والمشاهير الأتراك، خلينا نشوف سوا شو عندهم جديد. بعد دوره في مسلسل عائلة كاراداغ يطل الممثل التركي بوراك سيشار في مسلسل جديد يحمل اسم ساكلي كالان، وسيلعب بوراك دور مدير أمن وتمرن على ذلك في مديرية أمن إسطنبول. كما خسر بوراك 11 كيلوغراما بعد سلسلة من التمرينات الرياضية على يد المدرب آرا كارنفيل. بوراك سعيد جدا بوزنه الجديد وصرح أنه سيحافظ عليه من خلال الرياضة والغذاء السليم. يذكر أن آرا هو المدرب الذي أخسر الممثل التركي كيفانش تاتليتوك المعروف بمهند 13 كيلوغراما من أجل دوره في مسلسل حلم الفراشة. اختارت النجمة بيرينسات المعروفة بفاطمة أن تتوقف لفترة عن القيام بأي عمل درامي، وذلك بعد أن جاءت ردة الفعل على مسلسلها الأخير الانتقام ليست بقدرة الآمال المتوقعة. وآخر عرض تلفزيوني رفضته بيرين كان بقيمة 2.5 مليون ليرة تركية، ولكن بيرين ستقوم بخوض تجارب في السينما خصوصا بعد النجاح الكاسح لفيلمها الأخير عالمي. وتستعد بيرين لقضاء إجازة طويلة برفقة خطيبها مغني البوب التركي كينان دوغلو وللتحضير لزفافهما. مين من المشاهير من مواليد 6 ديسمبر؟ منقول هابي بيرثدي للمخرج جادا باتاو يلي قدم لنا مجموعة من الأفلام الكوميدية بذكر منها This is 40 و Knocked Up، واللي بيحتفل اليوم بعيد ميلاده 46.
جودي فوستر، مادونا، ناتالي بورتمان، سارة بولي وريبيكا ميلر كلهم ممثلات باستثناء مادونا يلي هي أيضا مغنية، انتقلوا ورا الكاميرا ليصيروا مخرجات. فشو بيقولوا عن هالتجربة؟ منشوف سوا بهالتقرير. تعتمد المخرجات مقاربة مختلفة، فقد وجدت جودي فوستر التي وقفت أمام الكاميرا منذ كانت طفلة أنه لمن المهم أن يتم الاعتناء بالممثلين. I think actors want to be guided. They don't want to just be left to, you know, twirl around a room. They want somebody to say, that's great, but we're heading from A to B to C to D. And that's something that I think that my training as an actor, you know, in the film business has really helped. كانت بدايتها في الإخراج عام 91 في فيلم Little Man Tate. أما فيلمها التالي فكان عام 95 Home for the Holidays. منذ ذاك الحين لم تخرج أي فيلم آخر، لكنها تركت أثراً كبيراً في روبرت داوني جونيور الذي لعب دور مثلي في فيلمها الأخير. She's an amazing director. I think that I've been wanting to give a performance like this for a long time, you know. To be this free and to really have feel that my sense of humor is in the character and it's really difficult. A lot of times directors get in the way, and she didn't get in the way at all. In fact, I really feel that she's largely responsible for the good parts of this performance. بينما كانت نجمة هوليوود ترتاح من مهمة الإخراج، كانت نجمة البوب الأشهر تجلس وراء الكاميرا. مادونا عام 2008 أخرجت فيلم Filth and Wisdom الذي تصور أحداثها الإزدواجية في الحياة، وكان قد أصبح لمادونا خبرة في التمثيل بعد إيفيتا، Body of Evidence و Who's That Girl، لكن الإخراج كان شيئا مختلفا. I did get advice from people that I admire, but opinions are like assholes, right? No, that's my joke. So yes, I took advice from people, and it was very good advice, very simple advice from other directors that I admire. And at the end of the day, though, you have to take all of that advice and throw it out, and it still has to be your own journey. كانت مادونا في الخمسين من العمر عندما عرض Filth and Wisdom، إلا أن ممثلات كثيرات بدأن الإخراج في وقت مبكر. نذكر منهن ناتالي بورتمان نجمة في فور فندتا وستار وورز، وهي في 26 من العمر دخلت عالم الإخراج بفيلم قصير. لقد كانت مخرجة إحدى قصص نيويورك I Love You. When you're an actor, of course you're creating something, but you're serving someone else's vision, and ultimately it's someone else's creation. And so to have sort of authorship is really exciting and feels very sort of like a more adult job, I suppose. سبق للممثلة الشابة سارة بولي أن أخرجت أفلاماً قصيرة قبل أن تقوم بإخراج فيلم طويل عام 2008. لقد عالجت قصة تؤثر عميقاً في المرء، تدور أحداثها حول مرض الألزايمر. شكل اختيار الفيلم مفاجأة، إذ كانت بولي قد اشتهرت بالأفلام الترفيهية مثل Dawn of the Dead و Go، وأكثر ما تحبه هو العمل في موقع التصوير للأمور التقنية. This set is what I know the best and sort of been my home most of my life. I think that actually on set I feel completely exhilarated, and it's difficult and it's stressful, but I'm really at home. Like, I really love it. And the pre-production, the post-production were the times for me that were so kind of foreign and not actually as enjoyable at all as actually being on set. سيدة أخرى أقل شهرة قامت بالإخراج إنها ريبيكا ميلر، إذ هناك أخريات يحملن اسم ريبيكا أكثر شهرة، لكن هذه الممثلة التي مثلت في Regarding Henry و Consenting Adults كسبت احترام الجميع بفضل جلوسها في كرسي المخرج. There is this particular joy and pleasure that's very deep and I think quite childish about walking onto a set which came out of your own head. Like the idea that you created something in your head and then it becomes real. There's something like of the child in you that loves that, I think. حققت ريبيكا أحلاماً أكثر مما يتصور المرء، إذ تزوجت نجم أفلام حقيقياً دانيال داي-لويس، ولن يمضي وقت طويل حتى يبدأ هو أيضاً بإخراج أفلامه. لقد حاول كثيرون، لدى دانزل واشنطن كل ما يلزم، وكذلك جون فافرو. في غضون ذلك نجح كثيرون كما وفشل كثيرون، وتستمر الأضواء مسلطة على موجة جديدة من الممثلين الذين يحاولون الجلوس في كرسي المخرج. من المعروف عن الفنانين اللبنانيين أنهم من أكثر الفنانين العرب نشاط ومتابعة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. منتابع سوا أكثر 10 فنانين لبنانيين متابعة.
بالمرتبة الأولى إليسا. المرتبة الثانية نانسي عجرم. بالمرتبة الثالثة عنا راغب علامة. تتبعوا هيفا وهبة بالمرتبة الرابعة. نجوى كرم بالمرتبة الخامسة. أما المرتبة السادسة فهي لنوال الزغبي. السابعة لكارول السماحة. المرتبة الثامنة لماهر زين. مريم فارس بالمرتبة التاسعة ويارا بالمرتبة العاشرة. فيكتوريا بيكهام مرشحة لنيل لقب ليدي، زين مالك مستعد ليقطع الجبال من أجل باري أدواردز، وجوش هاتشرسون بأكد أنه منه شرير. منتبع كل هالتفاصيل بتقرير. ورد أن فيكتوريا بيكهام متحمسة لإمكانية نيلها اللقب ليدي، ترشحها بديف للائحة شرف السنة الجديدة، إذ يحتمل أنه سيعطى لقب نبيل. هذا سيجعل بوش تتخطى أحلامها الكبيرة، وستتمكن من التبختر في أرجاء البلاد وإطلاق لقب ليدي بيكهام على نفسها. وذلك وكما تصفه بكل تهذيب، سيكون أمرا يصد كل من انتقدها أو شك بقدراتها. ليدي بيكهام لقب يليق بك طبعا. والآن زين مالك، وهو ألطف من اللطف نفسه، إذ يقول إنه مستعد لأن يقطع الجبال في سبيل الوصول إلى تحقيق زواجه من باري أدواردز في أسرع وقت ممكن. لدى كل من زين وباري جداول أعمال ممتلئة، ما يجعل فكرة زواجهما تتأجل حتى عام 2015، وهذا زمن بعيد. ولكن زين طمأن باري بأن لا تقلق، وأن الزواج سيتم، وخطوبتهما ليست هي الخطوبة التي لا تؤدي إلى نهاية سعيدة. زين، نحن مثل باري، نأخذ كلمة على محمل الجد. وأخيرا جوش هاتشرسون يقول إن قتل الناس ليس موطن قوته. جوش يروج حاليا لهانجر جيمز كاتشينج فاير، الفيلم الذي يلعب فيه دور بيتا ميلارك. الفيلم يرتكز على أفعال مروعة لا تأتي بالحسنات على بعض الشخصيات. جوش يمكنه أن يؤكد أن الفتى الشرير لا يمت له بصلة، هذا يعني في الحياة الواقعية، وهو لخبر جيد حقا. هانجر جيمز كاتشينج فاير يلقى نجاحا ساحقا على شبابيك التذاكر في كل مكان، لذا جوش ضع عنفوانك جانبا واستمتع بالنتائج. مشاهدينا، لهم نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، والتقينا بجدد بكرة بنفس الموعد. انطرونا.